لم تشهد السنوات المئة الماضية تغيراً مهماً في التصميم الأساسي للمراوح الكهربائية المنزلية. تتعدد أنواع هذه المراوح، فمنها ما يوضع على سطح المكتب ويؤثر على منطقة صغيرة، وبعضها يعلق في السقف ويتسبب بتحرك الهواء في غرفة كبيرة، وقسم منها يستخدم للتهوئة عبر إدخال الهواء إلى أماكن العمل والآلات والتجهيزات الإلكترونية أو إخراجه منها. تعتمد هذه المراوح على المبدأ نفسه، محرك كهربائي يدير الشفرات في المروحة، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الهواء أمامها وتخفيض الضغط خلفها. نظراً إلى فعالية هذا التصميم الأساسي وبساطته، لم يطرأ عليه أي تغيير حتى أكتوبر عام 2009، عندما أدخل جيمس دايسون إلى السوق دايسون إير مالتيبلاير، أول مروحة تسريع الهواء من دون شفرات. تختلف مروحة تسريع الهواء عن المراوح الكهربائية الشائعة بأنها لا تحتوي على شفرات ظاهرة. تبدو هذه المروحة كأنها أنبوب دائري رفيع مركب فوق قاعدة، ما من أجزاء متحركة ظاهرة، ولكن ما أن تبدأ المروحة بالعمل حتى يمر نسيم قوي عبر الأنبوب، وكأن جهاز دفع خفي يحركه. أما السر الكامن وراء هذا الاختراع الذكي فيبدأ عند القاعدة. لا يحتوي الأنبوب أي شفرات، إنما في القاعدة مروحة تقليدية تدفع الهواء نحو الأنبوب الدائري. يندفع الهواء من خلال قناة في القاعدة صعودا نحو الأنبوب الأجوف. في داخل الأنبوب منحنيات، يندفع الهواء مرورا بهذه المنحنيات ليخرج من الشقوق في الجهة الخلفية من الأنبوب. هنا يندفع الهواء بمحاذاة السطح الداخلي للأنبوب إلى الخارج نحو مقدمة المروحة. إن القوة الأساسية لهذا الاندفاع ليست كبيرة جداً، ولكن اندفاع الهواء أمام المروحة يصبح أكبر بكثير، وذلك بفضل القوانين الفيزيائية المرتبطة بجريان الموائع، وهي قوانين استفاد منها المخترع لتطوير تصميمه. فيما يندفع الهواء من خلال الشقوق في الأنبوب ثم يخرج من مقدمة المروحة، يسحب الهواء الموجود خلف المروحة إلى داخل الأنبوب أيضاً في عملية تعرف بالشحن، ويبدأ الهواء المحيط بجوانب المروحة بالاندفاع أيضاً باتجاه النسيم. من خلال عملية الشحن تقوم مروحة تسريع الهواء بإنتاج كمية هواء تعادل 15 مرة كمية الهواء الذي يدخل إلى المحرك عبر القاعدة. وهذا اختراع منعش.